السلام عليكم ياناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناه حياتي في اليابان. فيديو النهارده هو تقريبا اغرب فيديو عملته، بس ان شاء الله يعجبكم. هنروح اللي هو الكبسول هيدر، اللي هو فندق الكبسول الياباني، هو مشهور قوي. مش هطول عليكم، تعالوا نشوفوا الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده. عدينا على السوبر ماركت عشان نشتري مشروبات عشان نرطب شويه عن نفسنا في الجو الحر ده، وهنروح النهارده عن طريق القطر. في الاول رحنا بالعربيه من البيت لحد المحطه، وبعدها هنركب القطر. هنركن السيارة في مكان قرب المحطة، هو بيكون غالي شوية، بس احنا مرضناش نستخدم الاتوبيس عشان هو بيكون ليه مواعيد محددة واحنا عايزين نروح براحتنا. تقريبا اول مرة تشوفوني ان انا بستقل القطار هنا في اليابان، واحنا على طول بنخرج بالعربية، بس هو مرض تغيير في كل حاجة تقريبا. السلالم المتحركة في المحطات في اليابان بيكون في الجهة الشمال مثلا بنقف فيها، ونسيب الجهة اليمين لو حد مستعجل زي الأستاذ اللي طلع ده دلوقتي، ده لو في ناجويا وطوكيو. أما في أوساكا بقى فبيكون العكس، الجهة اليمين بنقف فيها والشمال هي اللي مستعجلين. ده بالأخص كان الأول، إنما مؤخرا فالحكومة اليابانية بتقول لا تجروا ولا تمشوا على السلالم المتحركة أحسن لكم، يعني بالمختصر كده في التأني السلامة. ده القطار المحلي اللي هو اللوكال، يعني هو مش السريع لكنه البطيء. ده بالنسبة لهم سرعته 100 كيلو متر في الساعة، يعني سرعته حلوة على فكرة. لو لاحظتوا ان المحطة والقطر هدوء وصمت رهيب صراحة، ده حاجة. الحاجة التانية ان بالرغم ان في كراسي فاضية لكن في ناس واقفة، لانهم بيقلقوا انهم يقعدوا جنب حد غريب او حد غريب يقعد جنبهم، يعني هم عاملين حدود فوق الحدود. معظم الاعلانات والتعليمات هنا في اليابان بتكون برسومات انمي، بعد انمي بقى. لو حد يعرف فيلم الانمي اللي هو بتاع كيمينا نوا اللي هو يور نيم، كان في مشهد نفس المكان ده بالظبط في محطة ناجويا. احنا كده في محطة ناجويا ولكن تحت الارض، والمكان ما شاء الله جميل قوي ومليان مطاعم ومحلات وكافيهات، خير ربنا يعني. ورغم ان الجو بره حر لكن المكان هنا طراوة. كده خرجنا من المحطة، يعني دي المحطة من بره. على فكرة ده صوت الفيديو، يعني انا مش عاملة صمت ولا حاجة، وده الصوت الاصلي. الهدوء ده فعلا حقيقي في اليابان، اللي هو الهدوء والنظافة ده بجد مش قاعد. دي مدينة ناجويا، هي مش مدينة كبيرة بقى زي المدن الكبرى طوكيو واوساكا والحاجات دي، ورغم ذلك ما شاء الله المباني فيها عملاقة، وزي ما شايفين كده ناطحات سحاب.
هو التقدم اكيد جميل جدا، ورغم من ذلك فانا بالنسبه لي ليا راي تاني، او انا بالنسبه لنا بحب الحياه الريفيه شويه. ده اعلان في محطه نانجويا بالستريت دي عن القطار السريع اللي هم عايزين يعملوه في الفتره الجايه، هيكون اسرع من الشينكانسين. هو الشينكانسين ده سرعته 300 كيلومتر في الساعه، لكن الجديد ده هيكون 500 كيلومتر في الساعه. يعني مثلا لو في مصر من المنصوره للقاهره 130 كيلومتر، يعني انا اقدر اروح القاهره في ربع ساعه بس، ربع ساعه رايح ربع ساعه جاي. ايش خيالي يا ناس والله. الفندق الكبسوله اللي احنا رايحينه ده بيبدا اللي هو تشيك ان من الساعه 2 الظهر، احنا لسه شويه عندنا وقت فهناخد لفه كده في المكان ونستكشفه. يعني فيش جنان. هي السمكة المخفية دي على فكرة موجودة في قلعة ناجويا، أو على قلعة ناجويا يعني، ودي تقريبا رمز الناجويا. اسم فندق الكبسولة اللي احنا رايحينه هو ناين اورز، هو أشهر فندق كبسولة هنا في اليابان تقريبا. وجه الوقت، الوقت الموعود. على فكرة أنا كنت متوترة جدا أن أعمل تشيك في الأول، بس الحمد لله أقدمت على الخطوة. ده اللوكر بتاع البنات، واللوكر بتاعي أنا 401، وبيفتح بالكيو آر كود في الموبايل. دي بقى شنطة بتاعة الفندق، يعني الكل نازل كده موجود في كل لوكر بتكون موجودة. وهنا شماعات بنعلق فيها الهدومات، والمكان اللي تحت دون ده بنحط فيه لو مثلا شنطة السفر بقى، الشوز، أي حاجة احنا عايزينها. مكتوب قدام هنا 401 اهو، وقدام اللوكرات التانية برضك مكتوب الارقام. تعال بقى نشوف الشنطة فيها ايه. عندنا اول حاجة البوجامة، ومجهزين كمان الفوط. على فكرة الفوط دي كنت بستخدم زيها كده في المستشفى، الفوطة الناشفة اللي في الاول دي، هي دي بتتحط كده عند باب الشاور بعد ما ناخد بقى الشاور، بنقف عليها يعني بتنشف رجلينا، وفي نفس الوقت برضك ما تبلش المكان. الفوطة الطويلة شوية دي بتاعت الوجه، والفوطة بقى الكبيرة دي طبعا اللي هو الباستا. دول بقى بناخدهم من الدور الارضي، فرش السنان ومعجون وشبشب مكتوب عليه اسم الفندق النان اورز. انا هلبسه دلوقتي، هو خفيف جدا جدا، لكن على فكره هو مريح. يعني انا كنت متوقعه ان انا مش عارفة امشي بيه اساسا، بس والله طلع حلو. بعد ما بدلت اللي هو الحذاء، جه بقى تبديل الشنطه. انا جبت الشنطه دي، هي صغننه كده، وبحط فيها اللي هو الحاجات المهمه زي مثلا البطاقات، اللي هو الاقامه، البوك ده بقى فيه الفلوس، القرشينات، وفلاش الموبايل اشتغل لوحده عشان الضلمه. لسه فاكر انا من ساعتها قاعده في الضلمه. دي شكل البيجامه، هي لونها اسود، وتقريبا البيجامات كلها نفس الشكل هنا، وكالمعتاد عليها ختم برضك النان اورز. وده بقى البنطلون. اخدت البوجه اللي فيها البيجامه والفوط، وهروح استكشف الشاور روم والتواليت. باب اللوكر ده لما بنرده كده بس بيقفل لوحده، بيعمل لوك، وقلت بقى كانت اتاكد ان هو اتقفل كده، لا كده تمام، امان امان يعني. على فكره الدور ده للنساء فقط، واللي هو الكبسولات للنساء والرجال دول منفصلين عن بعض في ادوار مختلفه خالص. حتى الاسانسير للنساء فقط والرجال فقط برضك مختلفين، يعني الاختلاط الوحيد بيكون في اللي هو الروف اللي فوق والكافيه بس اللي تحت. لا في عدد حلو من غرف في الشاور روم، والمكان شكله نظيف قوي. هم حاطين رسمه الشاور على اللي هو الارضيات والبيبان عشان ما حدش يتلخبط، مع اني من واضح جدا هي شاور روم، بس تمام زي التاكيد. اخترت دي، انا تملي على فكره بختار الحاجات اللي بتكون في النص، يعني ببعد عن الاول والاخر، بحس ان كده في السليم. اهم حاجه ان انا اقفل الباب واتاكد ان هو اتقفل، يبقى كده تمام. دي غرفة الشاور وكله ازاز في ازاز، بس مش تقلقوا ازاز الغرفة من بره محدش يقدر يشوف حاجة. تعالوا بقى نشوف موجود ايه. في اللي هو الشاور والبلسم والبودي سوب، ومجهزين بقى الفوط كمان والتوكم والبيجامة والفرشة والمعجون والشبشب، اكيد كده مش محتاجين حاجة تاني. والمايه هنا فيه سخنه وبارده، وفي اللي هو الشاور المتحرك اللي بنمسكه بايدينا ده، وفي اللي هو الثابت، وعلى فكره ده قوي جدا. الواحد بقى كده يقفل الباب وياخد شاور ويستحم ويستجم.
دي بقى الشنطة اللي فيها المهم، كنت بستخدمها لما كنت محجوزة في المستشفى مع أمير ونفعتني كتير. كل شيء فعلا هنا نظيف ومرتب، على فكرة المراية دي حلوة أوي، بتخلي الواحد شكله كويس. أنا بحب أغسل إيدي كتير قوي، فعشان كده المكان ده بالنسبة لي مهم. المية كده تمام، الهاند سوب، مناديل، مكرمي مناديل، لا تمام التمام. في الدور كده بقى فيه الاستشوار، يعني حتى ما نسوش تجفيف شعرنا، والله كتر خيرهم. هو المكان مش منور عشان احنا الصبح، فبيفر تقريبا في الكهرباء، انما بالليل بيكون منور مترقلوش. يعني ده المكان اللي بنحط فيه الفوط بعد الاستحمام او الاستخدام يعني. وفي نفس الدور ده في حمامات، وبرضك في كل دور بيكون في حمامات موجودة، يعني مثلا هيكون جنب الكبسولات برضك في حمامات تانية. استكشاف الحمام المكان المهم بالنسبة لي. مكتوب هنا التعليمات بالياباني والانجليزي. ده معقم، بنضغط هنا وبنمديل الحمام كده بنعقم القعدة، وده منتشر جدا على فكرة في الدور هنا في اليابان. الحمامات اليابانية هي مشهورة بالزرار الكتير بتاعتها، لكن ده يعتبر بسيط كده وكويس، يعني مفهوش زرار كتير قوي، وكمان في ترجمة هنا بالانجليزي يعني سهل الاستخدام. في بقى اللي هو الباسكت ده، وعلى فكرة مش لمناديل الحمام، لان مناديل الحمام هنا بتدوب، يعني بتترمى في التواليت وبنعملها فلاش وبتروح بقى مع الوباء. انما الباسكت ده لمناديل الايد الورقية، يعني احنا بنغسل ايدنا بقى باللي هو الهاند سوب والمية، بنشف ايدنا بالمناديل الورق دي وبنرميها في الباسكت. قلت اما اجرب البيجامة علشان اوريها لكم. وعلى فكرة لو حد عايز يغير المقاس بيقولوا اللي هو ستافي غير المقاس، اقصد ان هما بيغيروا البيجامة بمقاس تاني. يعني على فكرة قماشتها حلوة ومريحة قوي، وبصوا كمان المقاس على قد بالظبط، هم عارفوا مقاسي ازاي. عجبتني قوي البيجامة لدرجة ان انا فعلا عايزة واحدة منها، بس هو كمها قصير شوية، يعني يا ريت لو يطولوا شوية يبقى كتر خيرهم. بس لا بجد البيجامة تمام التمام. ده مكان النفايات وموجود في كل دور، عامل حسابه ما هو يعني. وبنرمي هنا اللي هو الشبشب بعد ما بنخلص استخدامه، وبنرمي اللي هو الكنزات هنا اللي هو الكنز يعني، والازايز البلاستيك، وفي الاخير ده اللي هو الاوراق بقى والحاجات دي. هركب الاسانسير عشان اروح اللي هو الكبسوله، وزي ما قلت لكم ان ده اسانسير للنساء فقط، انا كبسولتي في الدور الرابع. انا على فكره بخاف قوي من الاسانسيرات، بالاخص لو انا لوحدي. في اتوبيس موجودة هنا جنب الكبسولات تمام. كاتبين بقى تعليمات هنا ان ممنوع الاحذية، يعني لازم تستخدموا الشباشب بتاعة الفندق جوه المكان ده. ممنوع بقى الاكل والشرب والمكالمات الهاتفية، ممنوع الازعاج. ده شكل الكبسولات، على فكرة حلوة، عاملين هنا سهم بالارقام الكبسولات عشان محدش يتلخبط، ممنوع اللخبطة. لما اشوف بقى كبسولتي، كبسولتي رقم 401، اوبس كبسولتي طلعت في الدور التاني، يعني هطلع على السلالم، وانا ما بحبش السلالم، بس يلا خير. اول حاجة هعملها زي العادة ان انا اقفل الباب، بس هو مش باب يعني على فكرة، هو زي ستارة كده ومثبت من تحت زي العصاية كده في المكان ده كده. المكوك الفضائي جاهز للاقلاع، مش عارفه اللي جالي احساس اني اعمل زي المكوك الفضائي. صح، في هنا جهاز طوارئ بتاع الحريق، وفي الجانبين هنا كده فتحات للتهويه. والمكان ده عامل زي اللي هو الصبانه اللي بحط فيها الصابون، بس هو بنحط في الموبايل يعني. وفي الاخر اللي هو الجزء الاسود دون ده فيه زراير، دي بتاعه الاضاءه، وبننور بقى النور، بنزود او النور خفض ده براحتنا في كبسولتنا. وفي هنا مكان يو اس بي عشان نشحن زي ما احنا عايزين. عندنا بقى طبعا اللي هو المخده، على فكره مريحه وحلوه يعني. وفي هنا الغطا بردك مريح وحلو. وده تقريبا كل الموجود هنا في اللي هو الكبسوله. وعلى فكره ممنوع ان احنا نجيب معانا الشنط الكبيره، يعني يدوب الحاجات الشخصيه والمهمه بس. في هنا على فكره خريطه للكبسولات ومكان الكبسوله موجود اهو. على فكره انا كنت متخيله ان الكبسوله هتكون ضيقه جدا، يعني مثلا زي التابوت كده، وانا بقى اتخانق والحاجات دي، بس الحمد لله فعلا طلعت اكبر كتير مما تخيلت. هي شكل المكوك الفضائي صحيح، بس هي حلوه والله. يعني بص انا قاعده كده بالعرض، وده كمان الطول بتاعها، لا بجد والله حلوه ومريحه.
طلعت الدور العاشر اللي هو الروف بقى. المكان ده بنقعد فيه نتكلم مثلا بقى في التليفون، نشرب، ناكل، نستخدم الواي فاي المجاني. فانا هقعد شويه هنا اشرب العصير الحامض دون واكلم شون واقول له بقى ان انا خلصت وهمشي. انا بس حجزت الفندق ده عشان اصور لكم الفيديو. المهم بالنسبه لرايي بقى الفندق الكبسوله هو بجد احسن كتير جدا مما تخيلت. سعره معقول قوي 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 بالنسبه للامكانيات اللي فيه وبالنسبه لاسعار الفنادق التانية. اسم الفندق ده هو ناين ارتس، هو مشهور قوي في اليابان وتقريبا موجود في كل مكان هنا في اليابان. يعني سعر الليله هو متفاوت من 22 ل 35 دولار تقريبا، بس بعده اهم حاجه عن يوم السبت عشان هو بيكون غالي شويه. بالنسبه لي انا دفعت 18 دولار بس كان في وقتها عرض بالصدفه. لو عجبكم الفيديو ده وحابين نوعيه الفيديوهات دي يا ريت تضغطوا لايك عرفوني في التعليقات، ويا ريت تشاركوا الفيديوهات على قد ما تقدروا عشان ده بيدعم القناة وتكبر اكتر ويساعدني ان اعمل فيديوهات اكتر. بس كده هو ده كان فيديو النهاردة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدوس اللايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة وتفعيل الجرس. وانت ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء، باي باي، مع التانية.